بالانضباط؟ نبدأ بالانضباط. عندنا قصتين، القصة الأولى كهرباء، القصة المخفية التي أصبحت علنية. وأنت بالتحديد في الحلقة اللي فاتت كان ليك مفارقة، ده حقيقي، كان المفروض إن أنا أجيبها الحقيقة، لكن معلش لما سألتك عن كولر وتاو والضرب والخناق واللي اتقال هسيبك ترد تقول قلت إيه في المرة اللي فاتت. لكن إزاي شفت تصرف النادي الأهلي، مدير الرياضي كابتن محمد رمضان، مجلس إدارة اللي موجود هناك، وتصرفه في هذا الأمر؟ وطبعا هنروح على القضية التانية، قضية لاعبي نادي الزمالك. شفت يا كابتن شوبير إن اللي حصل هو امتداد لسياق ومنهج تاريخي في النادي الأهلي، وده اللي أنا سعيد بيه، لأن زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت لما حضرتك كنت بتسأل على أتاو اتكلمت وقلت لحضرتك بوضوح ان ده لو حصل في النادي الاهلي النادي الاهلي هو اللي هيعلن ده. صحيح. النادي الاهلي هو اللي هيقول ان عندي لاعب اخطا مع مدير فني ويبادر بالعقوبه. يمكن بعدها شفت كتير من جمهور النادي الاهلي بيؤكد على مواقف من دي، وشفت ناس كتيره جدا من بتنتمي لانديه تانية بتقول ما فيش حاجه كده. اذا بالنادي الاهلي يفاجئنا وكانه بيقول التاريخ عبارة عن سلسلة من المواقف النادي الأهلي بيبنيها. هو ده النادي الأهلي، هو ده شكل النادي الأهلي. وأنا عايز أقول أنا مش مستغرب إن ممكن يكون في بعض من جمهور النادي الأهلي ده وارد عنده يعني حاسس ان القرار قوي جدا، حاسس ان لا القرار فجأة وانت اللي بتخرج القرار وقبل مباراة مهمة، والبعض يقول لك الله انت بتخرج وأزمة وقبل مباراة مهمة. يا جماعة هو ده النادي الأهلي. يعني هو ده النادي الأهلي، انت بتوصل درس ان النادي الأهلي هو فوق الجميع، ده سلوجان وشعار وبس، ولا فوق الجميع بجد؟ لا فوق الجميع بجد. لما بنتكلم المره اللي فاتت يا كابتن وبعيد تاني عن حسين حجازي ابو الكره المصريه في 1928 بيخالف قواعد النادي وبروتوكول النادي في استلام الميداليات، مش بس بتعاقبه رغم رفض الاتحادات واللجان الاولمبيه وقتها، انت بتعاقبه وبتعلق ده على لوحه النادي الاهلي وقتها، يعني اللي هو الناس كلها تعرف ان انا خدت قرار. امتداد كابتن ابراهيم حسن مع المنتخب في 97، المباراة ما بين منتخب مصر والمغرب، مش النادي الأهلي، النادي الأهلي بيبادر وهو اللي بياخد قرار. وأعود وأؤكد أن إبراهيم حسن وحسام حسن كان من أقرب اللاعبين إلى قلب كابتن صلاح سليم رئيس النادي. ده حقيقي. نعم. ثم كابتن حسام حسن نفسه، عشان بس الناس بتقول إن إحنا قبل بطولة مهمة. طيب إحنا قبل بطولة مهمة، هو إحنا في 94 يا كابتن شوبير، ما كانش النادي الأهلي فقد الدوري ثلاث مواسم؟ كان فقد ثلاث مواسم الدوري، فحدث الجمهور بيغلي. يعني اصعب من دلوقتي 100 مره، وبتقول للمدير الفني بتاعك الراجل ده وضعك ايه؟ بيقول لا ايقافه ممكن يؤثر على الفريق. هو كان هداف الفريق طبعا. نعم. هداف الفريق الموسم اللي قبله. نعم. كمان يعني انت عملت، حسام عمل كل حاجه الموسم اللي قبله عشان ناخد. نعم. الدوري وما توجناش. اذا بيك بتوقف حسام حسن نتيجه القاء التيشيرت على الارض، هي سلسله. كهربا نفسه تعاقب قبل كده بغرامه كبيره جدا. ثم انت بتيجي الناس نايمه بتصحى على خبر النادي الاهلي بيقول انا النادي الاهلي، انا المؤسسه اللي لها قواعدها، انا اللي كلنا كمنتمين للنادي الاهلي لازم نعرف ان في نسق معين. انا مش عايز اجي على كهربا. نعم. خلاص النادي الاهلي خد قراره، مدير الكوره خد قراره، هو اللي عارف ابعاد الموضوع، ما يهمنيش كهربا عمل ايه هناك، وما بقفش عند ده خالص ولا يشغلني. يشغلني ان كابتن محمد رمضان احنا كلنا كنا بنقول وجوده مهم لارساء الانضباط. فلما يجي يا جماعه يبقى لازم نكون احنا اول ناس في ظهره، وزي ما بقول هذا هو النادي الاهلي اللي انا شخصيا ما حبيتوش عشان بيكسب بس. طيب. انا حبيته عشان ده.